في هذا الاجتماع لمجلس الوزراء اليوم كان أيضا في متابعة لما يحدث في السوق من أسعار السلع وتوافرها، التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين على مستوى الجمهورية وتلبية لمتطلباتهم كمان من هذه السلع. رئيس الوزراء قال أنه تم التنسيق مع وزير المالية للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بما يتسق مع مستجدات الأزمة العالمية ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما للتخفيف من حدتها. خلونا نتكلم مع دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. عايزه ابدا مع حضرتك من هذا القرار او ما تم الاعلان عنه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تعديل او اعاده هيكله الموازنه العامه للدوله، في تصور حضرتك اعاده الهيكله دي هيكون شكلها ازاي؟ هي بالفعل يمكن احنا شفنا مجموعه كبيره من القرارات اللي تم فيها بشكل واضح اعاده الهيكله، بمعنى ان احنا دلوقتي لما يتم قرض زيادات بالنسبة للأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل من بداية إبريل على عكس ما كان مخطط إليه إن هو يبقى في بداية العام المالي الجديد، ده في حد ذاته تعديل. الجزء الثاني مرتبط بالمخصصات الكبيرة جدا اللي الدولة قامت بيها، ما يقرب من حوالي 130 مليار جنيه لواجهة التداعيات. جزء منها كمان مرتبط ب ما تم توجيهه لبرنامج تكافل وكرامة، جزء آخر مرتبط بإعفاء قطاع الصناعة من الضريبة العقارية وده اللي يكلف الحكومة حوالي 4 مليار إلا ربع. فبالتالي دي كلها أكيد يعني ضغطت بشكل أو بآخر على جانب المصروفات بالنسبة للموازنة العامة للدولة، عدلت بشكل واضح من مستويات العجز اللي ممكن تكون كان مخطط إليها. دي أكيد كلها تعديلات، لكن إحنا بنتحدث عن ما هو أهم من المؤشرات الاقتصادية ككل، وهي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإزاي إن هم يقدروا يتعاملوا في ظل موجة تضخمية على المستوى العالمي. فبالتالي هي الفكرة كلها إن التعديلات دي كلها بالشكل اللي يخدم المواطن المصري ويقدر إن هو يخليه يواجه هذه الارتفاعات في الاسعار بالاخص يمكن بالنسبه للسلع الاساسيه والضروريه ليه. كمان القرارات انها تشمل منظومه الاجور وبالاخص لما بنتحدث عن ما يقرب من حوالي يمكن 6 مليون عامل في الجهاز الاداري للدوله، فبنتحدث في متوسط اسره على سبيل المثال لو اربعه، يعني احنا بنتكلم على ما يقرب من حوالي 24 مليون مواطن هيستفيد من هذا الامر. بجانب الجزء الخاص بالمعاشات عندنا اكثر من 10 مليون صاحب معاش، ففي النهايه احنا بنتحدث عن جزء كبير جدا من المصريين يقدروا يستفيدوا من هذه القرارات، بجانب طبعا ان الدوله ابتدت ان هي تتحرك على ضبط السوق واقامه المعارض بحيث ان احنا نقدر بشكل واضح نوفر السلع الاساسيه دي، لان كلنا نعلم تماما ان ساعات في ظل هذه الازمات يستغل البعض هذه الامور لجني مزيد من الارباح وبيبقى في نوع من انواع الجشع انجاز التعبير. فان الدوله تكون حاضره تقدر تعمل نوع من انواع المنافسه العادله، العمل على تقديم السعر العادل للمستهلك، ده امر مهم جدا في ظل الازمه اللي بيمر بيها العالم كله، واللي كمان ابتدى يبقى هناك نظر لفكره مؤشر الخاص بالامن الغذائي. يمكن دوت ابتدينا يعني او عشت سنوات طويله جدا ما كانش هناك حديث عن هذا الامر زي ما احنا شايفين دلوقتي، لان المشكله كمان ما بقتش حتى في الاقتصادات الناميه او الخزم النمو، لكن حتى على مستوى الدول المتقدمه اصبح هناك ارتفاعات كبيره جدا في الحصول على الغذاء. طيب دكتور علي، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اشار في هذا الاجتماع الى انه النقاش مع وزير الماليه هيكون عن هذه الموازنه الجديده يعني وفقا للسيناريوهات الأسوأ. ما هي السيناريوهات الأسوأ يا دكتور علي؟ السيناريوهات الأسوأ بمنتهى الصراحه ان الحرب دي تبتدي تستمر بشكل اكبر، مزيد من العقوبات وده على الصعيد العالمي، وبالتالي احنا بنتحدث عن مزيد من التضخم المستورد،
ارتفاعات في عديد من السلع الأساسية، وبيجي طبعا مرتبط بأسعار البترول. يعني خليني أقول لحضرتك على البترول بس على سبيل المثال، إن كل دولار بيزيد في برميل النفط بيزود من مصروفات الدولة المصرية أكثر من 3.5 مليار جنيه. تخيلي حضرتك إن إحنا كنا مقضيين برميل النفط بحوالي 69 دولار، واحنا دلوقتي يعني يمكن خليني اقول لحضرتك تقديرات مثلا بلومبرج عن برميل النفط ان قد يصل ل 180 دولار. فبالتالي دي كلها ضغوط على الموازنه بشكل واضح. احنا يمكن حققنا مكاسب من فوائد الغاز الطبيعي لدينا وعمليات التصدير، لكن بالنسبه للبترول طبعا يعني فاتوره الاستيراد بالنسبه لنا كبيره. وانا يعني مش بتحدث عن السيناريوهات وبحصرها بس في البترول، لكن احنا عندنا اكثر من حوالي 45 يعني من 45 ل 35% تقريبا من احتياجاتنا من القمح بنجيبها من الخارج. عندنا برضه ما زال هناك عجز في عديد من المعادن، عندنا عجز في مجموعه اخرى من الحبوب، وبالتالي مع تخفيض سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه كل ده اكيد بيضغط على الموازنه العامه للدوله وعلى زياده تكلفه الاستيراد. الدوله بتتعامل مع كافه السيناريوهات، وده حتى بيرجعنا للوضع الخاص بتداعيات كورونا، ازاي ان احنا كنا حاطين كذا سيناريو للتعامل مع ازمه من اهم صفاتها انها حاله من حالات عدم اليقين، محدش يقدر يتوقع متى تنتهي. فبالتالي وضع السيناريوهات يخلينا نتعامل مع الامر بمنتهى الحكمه. وكمان الفكرة المهمة جدا والنقطة الغاية في أهمية هو الاحترافية في إدارة الأزمة والتنسيق ما بين كافة مؤسسات الدولة. دي نقطة في غاية الأهمية، وأظن واضح ويمكن كل السادة المشاهدين الكرام شافوا امبارح ازاي ان البنك المركزي بيتحرك، وزارة المالية بتتحرك، وزارة التموين بتتحرك، وغيرها من مؤسسات الدولة، وده اللي بيحاول يعمل نوع من تقليل أثر الصدمة الاقتصادية دي والأزمة دي على المواطن. نعم، بشكر حضرتك دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شكرا لك.